مويط محمد نائب برلماني عند دائرة وزان ورئيس جماعة زومي. بخصوص هذا المعرض، أنا في هذا المعرض بصفات مدير المهرجان. هذا المهرجان كنظمه جمعية الزهور بمركز زومي وجماعة زومي بشراكة مع واحد العدد ديال الشركاء، منهم المجلس الإقليمي، جهة طنجة وطال الحسيمة، وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، وزارة الثقافة. هذا المهرجان هو الأول من نوعه هنا في الجماعة ديال زومي، والهدف منه هو إبراز المؤهلات ديال المنطقة والتعريف بالمنطقة وتحريك المنطقة من الناحية الاقتصادية، لأن كيخلق واحد الرواج اقتصادي كيعود بالنفع على الساكنة المحلية طيلة هذا الأربعة أيام، وهو فرصة للترويج على النفس ولتبادل الأفكار وتبادل الخبرات بالنسبة للزوار اللي كيجيو. لأن ولو أن المهرجان منظم في الجماعة ديال زومي، كيزوروه واحد العدد ديال الساكنة من الجماعات المجاورة وحتى من الأقاليم المجاورة، ولهذا هو فرصة للتعارف وفرصة لإبراز المؤهلات الطبيعية. وكذلك هو كما كتشوفوا احنا في واحد المعرض ديال الصناعة التقليدية والمنتوجات المجالية، هو كذلك فرصة لإبراز المنتوجات المجالية والفلاحية اللي كتزهر بها المنطقة. الله يربي، هذه نسخة أولى كما قلت في البداية، وغادي إن شاء الله يربي لا شك أنها غادي تلوها نسخ أخرى في المستقبل، واللي غتكون أحسن في أحسن حلة، لأن كما كتعرفوا البداية لا بد كيكون فيها بعض التعثرات، ولكن إن شاء الله يربي احنا مصممين على أساس باش يكون النسخ اللي غتجي غتكون أحسن وأحسن بكثير. من طبيعة الحال لأن هاد المعارض بحال هادو هما اللي كيشجعوا الصانع التقليدي باش يسوق المنتوج ديالو، لأن إلا ما كانش هاد المعارض الإكراه اللي عند الصانع التقليدي هو التسويق. بمعنى ملي كنديروا هاد المعارض في كل أقاليم المملكة كيفتحوا واحد المجال ديال التسويق من الصانع التقليدي، وهذا عنصر مهم باش الاستمرارية ديال الصانع التقليدي، وباش حتى هو يزيد يبدع ويزيد يتشجع باش يزيد ينتج أكثر ويبدع في المنتوج ديالو. السلام عليكم، معكم لطيفة الجهوري من إقليم وزان، ومرحبا بكم عندنا في زومي. المنتوجات ديالي صراحة الله أنا أول مرة عندي المعرض، ويعني ما مجدلوش يعني بحكم يعني كان واحد الحديث آلم بعد الشر على قلبكم مثل الأخ ديالي، ويعني ما وجدتي يعني جبت الحوايج اللي كان بيعهم كل أسبوع، ولكن بالاختصاص ديالي أنا يعني كندير السبنية، كنصايب السبنية، كنصايب الشاشية بجميع الأنواع ديالها، وكنصايب الدرة ديال حياتي، كنصايب يعني الحمد لله عطى الله ما يدار في الصناعة التقليدية، حط الله جا زوين ما شاء الله تبارك الرحمن. وكنشكروا الساهرين على هذا المهرجان وعلى هذا المعرض بالأخص، ويا ريت يعني هذا المهرجان وهذا المعرض يتكرر كل عام إن شاء الله بحول الله، باش يتمنوا هذا إن شاء الله بالصناعة التقليدية وبدأوا الاحتياجات الخاصة لما لا نذكر راسي حتى أنا، إن شاء الله بحول الله تدعمونا، إن شاء الله بحول الله ونكونوا حتى احنا من الأوائل ديال الصنع إن شاء الله، وجماعة زومي لما لا إن شاء الله بحول الله. أكيد محتاجين هذه المعارض ومحتاجين للدعم، يعني باش حنا يعني أنا باش نهضر بصراحة، أنا جاتني هذا المواد الأساسية ديال سميتو جاتني غالية باش ما تقطتش يعني هادشي، علاش يعني كنتمنى ان شاء الله يا ربي يتم الاهتمام بهاد الاشياء هادوما ويتم الدعم ديالنا ان شاء الله، والله يسر الامور. انا قابض سعيده من سيد ناحيه وزان سيد رضوان ناحيه الرئيسه التعاونيه، كنشكر الحويط لهذا الشيء اللي كينظموه الشيء العطاري، وكنشكرهم الله يجازيهم الله يجازيهم، كنشكرهم. وهذه الصنعه هذه راه كنديروها بيدانا، رانا مني حليت عيني في جداتي كطرزه بدات ساكنه لي في الدم، بديت كنقول ما نحيداش، كيديروها العرايس في الحنة في التركيبه، كيديروها البنات، كيديروها العيالات شارفين بحالي. دي ولدي كنحتاجوا هالشي مزيان وكنتعرفوا، والله يجازيهم بخير اللي كينظموا هذا المعرض وكيديروه مزيان منظم زوين. المهم هذا المعرض اخي اي معرض مزيان، كنشكروا بزاف، وكنشكر اللي كي الحمد لله اليوم دابا الافتتاح ما يكون على الخير ما يفتح عليه. كنشكر سيدنا الملك، كنشكر الرئيس ديال الجماعه، كنشكروا بزاف بزاف بزاف، كنشكرهم بزاف، الله يجازيهم بخير، الله يحفظهم. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.